مساء الخير عليكم، اهلا بيكم في قناة يويا هاند ميد. النهاردة فيديو جديد بلشنطة بسيطة جدا وسهلة وهتعملوها في اقصر وقت ممكن تتخيلوه. هتبقى شنطة زي اللي معايا دي، شنطة من الكليم فيها بعض التركات البسيطة بقاعدة دائرية بيضاوية وبإيد يد عريضة ان انتي تمسكيها منها، غير طبعا بيتزود لها بعد كده الدراع اللي هتعمليه سواء بقى فضي ذهبي حسب ما انتي هتحبي. خلونا نبدأ سوا مع بعض واقول لكم الطريقة ازاي. خلونا نبدأ النهاردة واقول لكم الطريقة. اهم حاجة تكملوا معايا اصل نهاية الفيديو عشان اقول كل تركة موجودة في الفيديو ايه او في طريقة الشنطة ايه. في 3 تركات هنتعلمهم مع بعض. اول تركة ازاي هعمل قاعدة بيضاوية، طريقتها بالتفصيل. تاني تركة ازاي هطلع كل السطور زي ما كنت موريها لكم وما يبانش معايا خالص فين البداية او النهاية من اي جنب من الجوانب، دي نقطة تانية. تالت نقطة ازاي ان انا اعمل اليد وفي نفس الوقت اكون حاسبها كويس، تبقى معمولة قصاد بعضها مظبوط وفي نفس الوقت بعرض مناسب، ان سواء الشنطة معمولة لحد ايدي رفيعة ايدي تخينة عايزها يمسكها من الايد بس ما يمسكش من الايد الكروس اللي بنعملها بالسلسلة العادية، تكون متاحة للكل. ونستخدم معانا ايه؟ انا مستخدمة خيط كليم. ممكن الخيط اللي انا هوريكم عليه النهارده ورفيع شويه فهستخدم معاه ابره 5.5. لو كليم اتخن شويه هيبقى افضل، يعني انا بقول لكم صراحه الكليم الاتخن شويه في طريقه الشنطه دي بالذات بيكون افضل وبيدي شكل ورونق للشنطه رهيب، بتبقى الغرزه بارزه اكتر وواضحه جدا. وطبعا كل ما بتكون في الغوامق طبعا بتبقى احلى، بس انا حبيت اعملها لكم بمفاتح عشان يبقى باين معاكم بس الغرز ايه. خلونا نبدأ مع بعض. بشوف الأول أنا عايزة أصلا أعمل الشنطة عرض كبير أو صغير حسب برضو سمك الخيط اللي عندي، وحدد بعدها أن أنا هعمل كام غرزة. فأنا مثلا هعمل النهاردة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. هعملها بس بالعرض ده ب13 سلسلة. طبعا يعني حسب سمك الخيط عندك بتحددي عدد السلاسل. هنا صعب شوية ان انا اقولك حجم عدد السلاسل ايه، لان بناء على عدد السلاسل وسمك الخيط بيتغير حجم الشنطة. فانا بما ان الحجم عندي وسط فانا مش هزود قوي، انا عامله يا دوب 13 بس، على اساس ان 13 دي الزياده ان انا كان عندي 12 سلسله، وال13 اللي بعملها زياده علشان تبقى كانها سلسله ارتفاع. وادخل اعمل حشو عادي. واكمل حشو لنهايه السطر. وصلت كده لاخر غرزه في السطر او اخر سلسله، هدخل فيها حشو برضو. بس احنا متفقين ان انا المفروض عايزه اعمل قاعده اي بيضاويه. طيب هنفذ انها تبقى بيضاويه ازاي؟ ان انا عايزه المفروض الجزء ده يبقى نص دائري، يبقى انا هاجي في اخر غرزه دي مش غرزه حشو واحده، لا او اخر سلسله مش هعمل غرزه حشو واحده، لا انا هعمل 5. يبقى انا هزود على دي 4 2 3 4 5. وطبعا لو هتتلخبطي هتحددي تحطي علامه هنا وعلامه على الغرزه دي، يبقى حددتي الخمسه بتوعك ايه علشان الزياده فيهم تحصل في الدور اللي بعده. ونكمل في باقي الغرز حشو عادي لحد نهاية السطر. وصلت برضو لاخر غرزة هنا او اخر سلسلة في السطر، هطبق فيها نفس الفكرة ان انا عايزة يبقى هنا 5 غرز حشو. ادي 1
2 3 4 وعندي اصلا السلسله اللحمه اللي كانت موجوده اللي دفعنا بيها دي الخمس، وهدخل هنا منزلقه. يبقى كده خلص اول دور عندي وبدات تديني الشكل البيضاوي اللي انا عايزاه. هناخد سلسله وهدخل في نفس اللي انا كنت فيها، اعمل برضو حشو اللي احنا عملنا منها المنزلقة، وافهمكم ليه بعد ما نوصل لهنا تاني، واكمل نفس في باقي السطر حشو. ووصلت كده الخمسة اللي احنا كنا عاملينهم الناحية دي. هبدأ اشتغل فيهم ازاي؟ هشتغل في كل واحدة غرزتين، فهنا اتنين هنا اتنين هنا اتنين، يعني الخمسة هيبقوا عشرة. ابتدي كده، واحد اتنين، دي واحد اتنين واحد اتنين. طبعا لو هتتلخبطوا حطوا علامه على اول غرزه واخر غرزه علشان ما تلخبطوش في العدد، وكل ما تخلصوا دور اتاكدوا فوقيه ان الزياده مظبوطه. كده عندي هنا وصلت لاخر واحده، مظبوطه ومفروضه معايا، يبقى احنا مشينا كده عدد الغرز مظبوط. وكمل الباقي برضو حشو عادي لحد ما اوصل للزاوية التانية، وبدأت كده برضو الناحية التانية. كل غرزة ادخل فيها واعمل غرزتين، لحد ما اوصل هنا هعمل غرزة واحدة، لان اوريدي احنا لما ارتفعنا زودنا غرزة، فاوريدي كده كأن معمول الاتنين في اخر واحدة. وهدخل واعمل منزلقة، ده سبب ان انا قلتلكوا هنعمل واحدة هنا على طول، لان دي معانا في الارتفاع او في الزيادة اللي هي هوصل لها في الناحية التانية. كده بقت عندي اهي قاعدة بيضاوية ملحوظة، انا سبت الطرف ما بقدرش اخده معايا لانه بيعمل زنك في الكليم بالذات، ما بحبش اخد الطرف معايا وانا بشتغل لانه بيعمل سماكة، فهتزود معاك الشغل هتلاقي الجزء ده تخين والجزء ده رفيع. لكن دلوقتي هما الاتنين قد بعض، وده كمان لما يتفرد هتلاقيها كلها حتة واحدة. طيب نشوف بقى هنرتفع الدور اللي بعد كده ازاي. في دي التركه الثانيه، التركه الاولانيه ان احنا ازاي نعمل قاعده بيضاويه. وطبعا لو انتوا عايزين تزودوا ادوار عن كده، الفكره الزياده هنا زي فكره الزياده بالظبط في الشنطه الدائريه، وكده هحط لكم اللينك بتاع الشنطه الدائريه هحطه لكم في خانه الوصف، علشان لو حابين تزودوا عرض الشنطه عن كده او عرض قاعده الشنطه عن كده. طيب بالنسبة للارتفاع احنا هنعمل ايه؟ احنا هناخد سلسلة. في فيديوهات كتير بلاقيهم ان هما بيعتمدوا على ان انا ما هزود الدور بدون زيادات فالشنطة هتطلع لوحدها مضمومة لوحدها. انا في طريقة تانية بضمن بيها ان الشنطة على طول يبقى بالنسبة لي على طول طالع ليها جناب، هوريها لكم دلوقتي حالا. هشتغل دايما على الجزء اللي ناحيتي ده، الخيط الجزء الداخلي من السلسلة، واسحب منه واعمل حشو تاني، اخد من هنا واسحب منها واعمل حشو.
التاني، باخد الخيط الاولاني ده اسحب منه واعمل حشو. خلينا نبص كده على الشكل، بدأت هي تطلع لفوق لوحدها. هكمل لكم السطر عشان يبان لكم اكتر، حابة اوريها لكم قبل ما اكمل. خلاص هي بدأت ترتفع لوحدها لفوق على طول اهي، عشان برضو لو انتوا بتنفذوا اي حاجة تانية او اي موديل تاني، او مش شرط شنطة، بتعملوا قواعد مثلا كوبايات يكون لها طرف، حاجات اللي هي الصواني وكلام من ده، الطريقة دي بتبقى سهلة جدا ولذيذة. الفكرة ان على طول بيبلك الشغل على طول، يعني مش هتستني ما ترتفع كذا دور وبعدين تكتشفوا لا ده مش المقاس مظبوط، لا دي من الاول انا حددت القاعدة بتاعتي قد ايه وهعمل ارتفاعها. مجرد ما هيخلص عندي الصف على بعض داير ما يدور، هيبان لي الشكل اللي انا هبدا اكمل عليه شكله ايه، بالنسبه لي المقاس مظبوط ولا لا، في تعديل ولا لا، هيبان لكم من الاول. وهكمل السطر بدون اي زيادات وارجع لكم تاني عشان اوريكم جناب الشنطه بقت واضحه ازاي. عايزه اوريكم السطر بعد ما خلص، الدنيا باينه مظبوطه، هي القاعده مظبوطه وفي نفس الوقت طلعت الجناب. وانا خلاص انا حكمت كده ان لا الحجم ده تمام او مش تمام، فبالنسبه لي تمام. هنبدا نطلع، احنا كده قلنا اول تركه وتاني تركه، تالت حاجه بقى طريقه اصلا الغرزه اللي احنا نشتغل بيها. طريقه الغرزه بتاعتنا غرزه حرف الفي، هنشتغل فيها ازاي. وبرضو اللي كان شاف معايا قبل كده الشنطة الدائرية هنلاقي انه كنت شغالة بيها نفس الغرزة، هي بيبقى شكلها حلو جدا في الحاجات اللي هي مفروض تتعمل تكون سيمبل اكتر، يعني انه الشنطة مش هيبقى فيها شغل كتير، هيبقى فيها شغل الغرزة بس، وبتدي انسيابية جميلة جدا وما فيش حد يعني ما بيحبش شكلها. هنبدأ نعمل ايه، هدخل هنا منتصف واركز والف الناحية التانية ان انا ادخل ما بين الخيطين دول، شايفين اهي هنا، واسحب. وعلى فكرة انا بدأت السطر وما عملتش سلسلة ولا حاجة، انا هبدأ اشتغل على طول. ايه الفكرة او ايه وجهة النظر؟ انه ببساطة انا لقيت انه لما بعمل فكرة ان احنا نعمل سلسلة ونرتفع وكلام من ده بتفضل باينة، يعني احنا كده او كده هنا دايما مكان غرزة السقوط بتبقى باينة في الشغل. فانا لقيت انه انا اوريدي برتفع، فانا كده كده زيادة بتحصل، مش انه حاجة مثلا لو حاجة مدورة مثلا او مسطحة الموضوع ممكن يفرق، لكن بالنسبة لي ارتفاع الشنطة كده كده بيطلع دايركت، فانا مش محتاجة الجزء ده انه يبان. انا من محتاجة اصلا ان الشنطة داير ما يدور شكل واحد، ما يبانش اصلا اللي واخدها البداية فين والنهاية فين، مش هيبقى لازمني خالص انه يشوف ايه البداية وايه النهاية. في نفس الوقت هيبقى الاهم بالنسبة لي ان الشنطة سواء من الناحية دي من الناحية دي هي كلها تعتبر وش، ما فيهاش وش وظهر او فيها علامة او فيها حاجة تنتقد، اللي هيبقى واخدها مش هيبقى عارف اصلا انتوا عملتوها ازاي. فانا هبدا ادخل في الغرزه اللي على طول زي ما قلنا واسحب. هيجي انفذها تاني اهو، هدخل هنا من المنتصف اركز، وهنا اتاكد ان انا طالعه ما بين الخيطين اهو، نص الغرزه من الناحيه دي ومن الناحيه دي، واسحب تاني هنا اهو، واسحب كمان مره هنا، بركز اهو انا مش طالعه مظبوط، اعمله انا بايدي مش مشكله، مهم ان اعمل اول سطر ده مظبوط. بعد كده السطور اللي بعد كده بتبقى خلاص بتيجي معاكي مره واحده، هي العبء كله في السطر الاولاني عشان كان كله حشو، انما بعد كده ما بتطلعي من الحشو بالطريقه ده الغرزه اللي فيه اصلا الدنيا بتبقى واسعه معاكي، الغرزه بتبقى واسعه اهي. تاني وهفضل شغالة كل الادوار، وزي ما قلت لكم حتى لما هوصل هنا مش هعمل سلسلة ارتفاع، انا هدخل كأنها غرزة معايا عادي جدا، وافضل ارتفع لحد ما اوصل لطول الشنطة اللي انا عايزاه وارجع لكم تاني. كده وصلت لارتفاع الشنطة اللي انا عايزاه،
وصلنا للتركة الأخيرة إن شاء الله، إن أنا إزاي أعمل يد. أنا بعد ما ارتفعت هتحسبوا هتعدوا عندك غرز قد إيه، ويبقى بالنص يعني، هو الجنب ده والجنب ده غرز قد إيه، حطيتهم قصاد بعض وحطيت العلامات على الطرفين وعديت إنه هنا كان 19 هنا 18 وهنا 18، وال18 دي هقسمها على 3. يعني انا عندي هنا 18 غرزة قسمتها على 3، انه هنا 6 هنا 6، وعلمت بالعلامات من هنا لهنا 6 غرز. يعني العلامة في الغرز اللي انا عايزاها من اول الستة لاخر غرزة في الستة، هنا 1 2 3 4 5 6. وعملت نفس الكلام في الناحية التانية، حطيتهم قصاد بعض ان اتاكد ان انا ماشيه قصاد بعض. طيب هشتغل بقى ازاي؟ هكمل هنا عادي بنفس الغرزه بتاعتنا، اني بدخل في المنتصف واطلع الستة الاولانيين هعملهم بغرزه الفي عادي، لحد اما اوصل هنا الغرز اللي انا محددها اللي هو 6 انا مش هدخل فيهم خالص، انا هعمل سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، واقيس اشوف هل انا عايزة ازيد. لو هي شنطة مثلا البنوتة صغيرة ممكن الايد دي تكفي، شنطة لحد كبير شوية يبقى ممكن ازود العدد اكتر، وده اللي بحبه اصلا. ان انا مثلا انا هنا عندي 6 يبقى اخلي السلاسل 12، عندي 5 يبقى السلاسل 10 اللي هو الضعف. دول كده 12 اهو تمام. وابدأ ادخل تاني فين؟ انا محددة ان العلامة دي في سادس واحدة، يبقى انا ماليش دعوة بالغرزة دي، هدخل بالغرزة اللي بعدها. واشتغل نفس شغلي عادي خالص اهو، ادخل هنا دي الستة اتكون عندي الايد في ناحية، هكمل بنفس الطريقة للناحية التانية. وزي ما انتوا شايفين مش باين اي غرز بداية او نهاية في اي جنب، الشنطة كلها شكل واحد كأنها مصبوبة او كأنها معمولة في مصنع. هكمل الناحية التانية اعمل اليد بتاعتها وارجع لكم. مشيت بنفس الطريقة للجهة التانية، عملت اليد قصادها وبكمل الصف. كده نركز ان نعمل لحد اخر غرز. هنا بقى على اليد ده هنشتغل ازاي؟ احنا عاملين 10 سلاسل، يبقى انا هشتغل فوقيهم 10 غرز على السلسلة نفسها، يعني على السلسلة نفسها بشتغل حواليها. بعد دي 1 2 3 4
خمسة ستة سبعة عشرة كده الإيد اليد ظهرت معانا لحد وصلت لنا لآخر واحدة ندخل فيها زي ما احنا متعودين كده اليد معانا كمان الناحية التانية ووريكوا شكلها في النهاية عامل ازاي. هنيجي هنا لاخر سطر هيوريكوا الفينش بتاعها. هدخل انا في كل غرزة هنا هدخل غرز حشو مش حرف الفي. انا عايزة اعمل شكل جمالي بس في النهاية ووريكوا الطريقة. حشو حشو برضو حشو. وصلت للجزء بتاع الايد. هنعمل فيه ايه؟ هعمل حركة حلوة قوي هنا وممكن انتوا تعملوها اصلا في نهاية اي شنطة هتدي شكل جميل جدا جدا جدا. ايه هو؟ هدخل من هنا واعمل منزلقة هنا برضو منزلقة هنا لحد ما اخلص الايد كلها واعمل الجهة التانية نفس كده. هعمل الايد كلها منزلقة وهنا حشو وهنا نفس الكلام في اليد التانية وبعد كده هقلبها ووريكو شكلها النهائي عامل ازاي. قلبت الشنطة عشان اوريها لكم الشكل النهائي اهي. مش باين طبعا لا تروفيع ولا اي حاجة. فكرة المنزلقة اللي احنا عملناها في الاخر بروزة طبعا الشنطة بروزة اليد اكتر ده الناحية التانية مدية برواز للشنطة جميل. ومش باقي بقى غير تقفلها وان احنا نحط الاكسسوري. كده الشنطة قدامكم بكل تفاصيلها وشنطة جميلة جدا تبقى موزونة وقفة تقدر وتدفع بمقاسات كتير مش شكلها ما بيتغيرش او ما بيوحشش بان نكبر المقاس او نصغر. اتمنى ان انا اكون فدتكم واتمنى ان انا اكون وصلتها لكم بطريقة بسيطة بانتوا هتحطوا الاكسسوري وده احنا قلنا طبعا في فيديوهات تانية والاكسسوري سهلة وزي ما تحبوا انتوا تبطنوها بسوستة او ممكن ب جزء كفر جلد من هنا بكبسولة وتتقفل على كده وخلاص. واتمنى اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي واتمنى نكون وصلت لكم معلومه بطريقه سهله تفيدكم. والشنطه دي من اسرع الشنط اللي ممكن تتعمل خاصه لو كان فعلا خيط كليم تخين فمش بياخد ادوار كتير وما فيهاش اي تقسيمات اي صعوبات. التقسيمه كلها في الجزء بتاع اليد وان تعملي الارضيه مظبوطه. نورتوني واتمنى ان انتم ما تنسوش الاشتراك في القناه بالنسبه للناس الجديده وبالنسبه للناس القديمه انتم دايما منوريني واتمنى ان انا دايما افيدكم في كل الفيديوهات الجايه ان شاء الله. دمتم سالمين.